قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تعتقد أن الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق قد زادت مؤخرا من مراقبتها القوات والقواعد الأمريكية في البلاد باستخدام طائرات دون طيار متوفرة تجارية. ورفض المسؤولون في تصريحات لوكالة رويترز تحديد مدى زيادة المراقبة أو تحديد الميليشيات التي تنفذ عمليات المراقبة الجوية بالقرب من القواعد والمنشآت الأمريكية. رويترز نقلت عن مسؤولين أمنيين على علم بأنشطة الميليشيات إن هذه الجماعات المسلحة في العراق تلقت تدريبات على استخدام الطائرات دون طيار من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازه لناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب محروقات. وقالت وسائل الإعلام الإيرانية أن الناقلة احتجزت في جزيرة لارك القريبة من مضيق هرمز وسط أنباء تفيد بأنها ذات الناقلة التي انقطع الاتصال بها. وكانت إيران حسمت الجدل حول فقدان هذه الناقلة بإعلانها أنها قدمت لها المساعدة بعد تعرضها لأعطال. في الرياض مشاهدينا، أكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكنزي أن واشنطن تعمل بكل قوة مع دول حليفة لتأمين الملاحة. ماكنزي أضاف بعد لقائه قائد القوات السعودية المشتركة فهد بن تركي بن عبد العزيز أن الولايات المتحدة لا تريد الحرب مع إيران وإنما تسعى لمنع إيران من مواصلة أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة. لا نعتقد أن الحرب مع إيران أمر لا مفر منه، فنحن لا نسعى إلى شن حرب مع إيران. ما نسعى إليه هو إبعاد إيران عن الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. ونعتقد أن التعديل الأخير الذي أجريناه على وضع قواتنا كان له بعض الأثر لتحقيق هذه الغاية. وينضم إلينا من عمان المحلل السياسي السيد باسل حسين. سيد حسين، مرحبا بك في نشرة العراق اليوم. ميليشيات مسلحة سيد حسين تزيد من مراقبتها هنا للقواعد والقوات الأمريكية في البلاد، وذلك باستخدام هذه المرة طائرات بدون طيار. هل هي باعتقادك ورقة ضغط إيرانية على الولايات المتحدة؟ أبدا، مساء الخير سيدتي ولمشاهدي الحرة الكرام. بالتأكيد يعني هذه النشاطات العدائية من قبل الميليشيات الحشد ليست بالجديدة حقيقة، لأنه كانت هناك اعتداءات متكررة، وهذا النشاط اللي يعني تم رصده في الفترة الأخيرة وتحدث عنه أكثر حقيقة من واقع أمنية. حتى قيل أن وجود 500 جندي وصلوا إلى قاعدة الأمير سلطان في السعودية المقابل إلى قريب من الحدود العراقية كان يعني في أحد أوجهها هو مراقبة هذا النشاط المتزايد خاصة من قبل الطائرات المسيرة أو يعني الأعمال الأخرى، لأنه هنالك رصد ما قيلت هذه المواقع أنها يعني من قبل وكلاء إيران تجاه المصالح الأمريكية وأيضا تجاه الحلفاء يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو النشاطات الموجهة إلى دول جوار العراق. هل هذا يعد هنا سيد حسين هنالك خشية من يقوم توجه وكلاء آخر إيران نحو تصعيد آخر للتوتر الإيراني الأمريكي؟ نعم، بالتأكيد هذا يعني عمل تصعيدي، لكنه الخطورة هو أنه في جعل العراق ملعب لهذا الصراع أو تدافع الأمريكي الإيراني، لأنه ليس من مصلحة العراق حقيقة أن يوضع في الوسط، أن يكون يعني وسط لهذا النزاع أو يكون أن يدفع ثمن هذا النزاع. بعض القوى لا تهمها هذه المسألة وتريد أن يكون العراق كبش فداء أو محرقة لهذا التدافع والصراع الإيراني الأمريكي. المشكلة الأساسية إحنا لدينا حكومة ولدينا ممثلين ولدينا قوات أمنية، لكن مع الأسف القرار السياسي الخارجي والأمني لم يعد بيد الحكومة، لأن أعترف جدا وربما هذا هو يعني مبعث امتعاض حتى الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية. وحتى قيل عن تأجيل أكثر من مرة زيارة السيد عبد المهدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطلب أمريكي لإرسال رسالة واضحة أن هنالك عدم رضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه يعني طيب سلوك حسين. الحكومة سيد حسين عفوا وتغاضيها عن كثير من
النشاطات العدائية تجاه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. الكتل السياسية وبعد اجتماعها بالرئاسات الثلاثة كلهم اجتمعوا في تصريح لهم أنه ينؤون بالعراق عن الدخول في هذا التوتر العراقي الإيراني. إذن لماذا هذا السكوت عن هذه الفصائل التي تقوم بمثل هكذا أعمال؟ لأن هناك حقيقة تأثير كبير لهذه القوى. أحيانا هذه القوى أصبحت قوة موازية لقوة الدولة، وأحيانا تكون هي فوق الدولة، لنكن يعني بأكثر توصيف. المشكلة الأساسية أن هذه القوى صنعت نموذجا مقاربا أو هجينا ما بين الحرس الثوري باعتبارها قوة تعتمد على موارد الدولة، لكنها تتبع في القرار السياسي حزب الله بعدم رضوخها لقرار الدولة أو استقلالها بالقرار بعيدة عن قرار الدولة. فهذا النموذج العراقي أخذ بالاثنين معا، أولا أنه أخذ بالنموذج الحرس الثوري بأخذ الموارد من الدولة لكنه لن يشارك أو بعيد عن قرار الدولة، هذا مكمن الخطورة. يعني هذه القوى تعيش على موارد الدولة لكنها لا تلتزم بإرادة الدولة، ونلاحظ سواء الأعمال الصادرة منها مضرة بالدولة أو أحيانا تتصرف في وحي بعيد عن قرار الخارج العراقي. مع الأسف الحكومة لحد الآن لم توفي التزاماتها تجاه ما وعدت به رئيس الوزراء وزير الخارجية بومبيو تجاه الالتزام ب يعني الحد من تحركات هذه الفصائل وحماية المصالح الأمريكية والدبلوماسية والأفراد. المحلل السياسي سيد باسل حسين، شكرا جزيلا لك.